هما جينا لبينا النداء ديال التبرع بالدم. الحمد لله تبرعنا بالدم باش نقدو شي شخص ولا يكون محتاج ليه ويكون في امس الحاجه ليه. وبحكم انني دايره الفاكسان جيت سولت الطبيبه على الفاكسان، قلت لها واش بوسيبل ندير نتبرع بالدم واخا دايره التلقيح، قالت لي ماشي مشكل. والحمد لله نتمنوا هذه المبادره تكون ديما عندنا هنا في قصبة سادلة والله يتقبل الجميع. دونك تنشكروا اولا جمعيه نزعه خير على هذه المبادره الطيبه اللي داروا، لانه كان فريمون واحد العدد زوين الحمد لله اللي غادي يمكننا نشدوا واحد ليامات نتاع واحد ان سيرتان ستوك نتاع الدم. و سورتو كو لا بلوبار دي جون جاو تا هما دايرين الحمد لله كانوا دايرين اللقاح وفايتين 7 ايام، لان كاينه واحد المده نتاع 7 ايام باش الناس يقدروا يتبرعوا بالدم. دونك الناس كلهم كانوا تقريبا فايتين 7 ايام. دونك تنشكروا جميع الناس اللي جاوا لهذه الحمله، لانه فريمون حنايا في واحد الحاله نتاع الخصاص كبيره نتاع الدم في هذه الظروف الحاليه. اللي داير الفاكسان راه يمكن له يتبرع، حتى الناس اللي تيديروا الفاكسان اللي دايرين الفاكسان يمكن لهم يتبرعوا مورا الفاكسان بسبع ايام. الا كانوا داروا الفاكسان ما عندهم حتى اثار جانبيه بسبع ايام يمكن لهم يتبرعوا بالدم. كانت عندهم اثار ولا شي حاجه خص من مورا الاثار ما يبراو منهم، لان كاين بعض المضاعفات الصغيره نتاع الفاكسان بحال بنادم اللي ضراتو يديه ولا شي حاجه اللي حاجاتهم عاديين مع اي تلقيح. دونك هادوك مورا ما تيبراو موراها بسبع ايام تيقدروا يجيو يعطيو الدم، ما كاينش مشكله. حنا صيفطوا لنا من مركز التحقن الدم الوطني بانه البنادم اللي يدير التلقيح يمكن له يعطي مورا سبع ايام الا ما كانوا عنده حتى اثار جانبيه. كنشكركم على الاياءات اللي ساهموا معنا في هذه الحمله هذه، والناس اللي تبرعوا معنا في الدم كان اقبال الحمد لله كان واحد الاقبال كبير. وبالمناسبه تنخبركم بانه فتحنا واحد لا ليست لائحه اخرى مؤقته على حساب ان شاء الله غادي نبرمجوا حمله ثانيه، لان كان واحد الاقبال كبير من الناس ومن الناس بزاف. وبالنسبه لسميتو كنشكروا جميع الاخوان اللي ساهموا معنا بما فيهم الاخوان كاملين اللي كاينين اللي في الجمعيه كاينين اللي ماشي في الجمعيه معنا، والجمعيه ديال كل شيء ان شاء الله الحمد لله. وكنحثوا الناس على باش ما كاينش تخوف، الناس اللي دايرين التلقيح كل شيء كان في اجراءات ديال التباعد والكمامه والحمد لله. وهو اللي كاين كما قال الدكتوره ان الانسان يكون داير التلقيح من بعد اسبوع يمكن يتبرع بالدم ديالو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.